فريق بيراميدز اتأهل لنهائي كأس مصر بعد الفوز على المصري بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح في المباراة اللي جمعتهم على استاد برج العرب بالإسكندرية. فريق زد اف سي اتأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر لأول مرة في تاريخه، وده بعد الفوز على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد الإسماعيلية. المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطايرة تحت 18 سنة فاز على المنتخب الرواندي بنتيجة 3-0 في إطار رابع مواجهات البطولة الأفريقية والمقامة في تونس، ولا تستمر لغاية يوم 31 أغسطس الجاري. مجلس إدارة نادي غزل المحلة أعلن ضم محمود الزنفولي حارس مرمى فريق الداخلية واللي انتهت إعارته مع النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق المحلاوي في الدوري الممتاز للموسم المقبل. هاري كين نجم بايرن ميونخ الألماني فاز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في دوريات أوروبا عن موسم 2023-2024، وده في الحفل اللي أقيم بمدينة ميونخ. فريق برشلونة حقق الفوز على فريق رايو فاليكانو بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأسباني. ونادي الهلال السعودي أعلن التعاقد مع البرتغالي كاستيلو قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد لمدة 3 سنين وينتهي في يونيو 2027. نادي روما الإيطالي أعلن رسمياً التعاقد مع الظهير الأيمن للمنتخب السعودي ونادي الهلال سعود عبد الحميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، سيرتدي اللاعب القميص رقم 12 مع الفريق. كده خلصت نشرتنا الرياضية، ونعود مرة تانية لدينا ولمحمد لاستكمال فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليكي يا هالة، وبنشكرك طبعا على التقديم والعرض المميز لنشرة أخبار الرياضة. شكرا.